معانا ابو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ ازيك حالك؟ نعم وفضل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. لو سمحت كان عندي سؤال كده عايز اساله لحضرتك. اتفضل يا ابو عمر. دلوقتي انا كان المدام عندي كان مشاجره كده فحلفت عليها بالطلاق ما هي قاعده في البيت. قلت لها ايه؟ عليا الطلاق ما انت قاعده في البيت. طب دي أول مرة تقول لها الكلام الفارغ ده؟ أنا آسف يعني مع احترامي وتقديري، يعني أصلي الطلاق ده على الأعاد ولا على المشيان ولا على طلوع السلم ولا على الأكل ولا على الشرب؟ ده أيوة. سبب وسبب فارغ ولا إيه؟ ولا ده مش حقيقي؟ أيوه ما أنا فعلا أنا مقدر كل حاجة وأنا أنا عارف، بس أنا هي ساعتها نرفزتني. أنا قلت اللفظ ده انا بقى بستغرب من معلش اطول بالك معايا حاجة ابو عمر شويه، طول بالك عليا ان شاء الله. يعني اسالك سؤال، يعني احنا مثلا لما يجي الرجاله يجوا يدوسوا على الستات فيقولوا لهم ايه؟ الراجل راجل والست ست. اه يا سيدي الراجل راجل ليه والست ست ليه؟ راجل راجل هو اكتر معرفه واكتر علما واكتر معرفش. طيب خلاص انا موافقين على كل ده، خلي الطلاق بقى في ايدك. قال له اه الطلاق في ايدي، الراجل ما بيقدرش يملك نفسه فبيطلق. ها هو منين بقى كان هو الراجل دوت صاحب الخبره وصاحب القوه وصاحب السيطره واول ما يتنرفز يطلق؟ فاحنا لازم نغير الطريقه دي خالص خالص. طيب سيد ابو عمر، من ساعتها سيد ابو عمر بس خليني اقول لك كم مره تلفظت بالطلاق؟ لا اول مره انا احلف عليها انها بايته في البيت. لا كم مره قلت اي حاجه ليها علاقه بالطلاق؟ اي حاجه اليوم ده؟ لا في حياتك كلها. او شفت القصه ازاي؟ الطلاق بنحكي عن التاريخ كله، فعشان ما يتناسب مع الهوى قول لي كم مره تلفظت بلفظ الطلاق. لا بس انا لا 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 هي دي اول مره، يعني انا كنت قاصد اللي هي يعني الحلفان بتاعي كان في نيتي اللي هي تمشي من البيت. طيب بسالك سؤال، انت كم مره قلت انت طالق عليا الطلاق تكوني طالق لو عملت كذا؟ كم مره قلت الحاجات دي؟ لا 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 ما قلتش انا الكلام ده، انا قلت بس عليا الطلاق ما انت بيت فيها الليله. طيب يا سيدي انا هقول لك اهو الحكم، بس لازم اقول لك حاجه كمان مع الحكم. انت قلت لها عليا الطلاق ما انت بيت فيها، باتت ولا ما باتتش؟ لا ما رضتش تطلع، وانا من ساعتها يعني ما يعني ما نفذتش اللي انت حلفت عليه. لا لا. طيب خلاص يبقى انت تطعم 10 مساكين وهي لسه زوجتك ولسه زوجتك. انا دلوقتي عملت ايه؟ عملت تطبيق شويه لاخواننا اللي بيشتغلوا في الطلاق. لو سمحتم خليكم حذرين، الطلاق مسيره حياتيه، ما ينفعش ان انت تتكلم على الطلقه اللي بيقولوا لك عليها. لازم تتاكد ان مفيش طلقات قبل كده موثقه، لازم تتاكد كمان ان مفيش طلاق قبل كده حصل عند مأذون، لازم تتاكد ان مفيش خلع، لازم تتاكد من ده كله. واضح ان ما حصلش مع ابو عمر الكلام ده، بس يا ابو عمر انا عايز اقول لك حاجه، الطلاق ده حرق للبيت وكب للزيت وحرق للغيط. فلو عايز تهد بيتك وتحرق رزقك وكمان تضيع مستقبل عيالك، استمر في مساله استخدام الطلاق ده. والكلام ده لينا كلنا، الطلاق ده مش كلمه بتتقال، الكلام ده الطلاق ده حياة بتتحرق وحياة بتتهد، فواحدة واحدة على حياتنا.